تحياتي مشاهدي الكرام في عدد جديد من ماركر. صفعة لنتنياهو والليكود، الحكومة تفشل في تمرير قانون الكاميرات في لجنة برلمانية بعد تعادل في التصويت. السر من وراء السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي، ما هي أسباب التوجهات المتناقضة في علاقة الحكومة مع المواطنين العرب؟ انطلقت حملات مشروع أهل البلد يؤثرون في 9 بلدات عربية، سيتم نصب صناديق اقتراع إلكترونية في يوم الانتخابات.